بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 42 من دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. وبدأنا أيها الأحبة في التشهد في الصلاة وصيغها ومعنى هذه الصيغ، ووصلنا إلى آخر ما ذكره الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في التشهد، فقال: فصل: السنة في التشهد الإسرار. السنة في التشهد الإسرار، إيش دليله؟ أول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ثاني إجماع المسلمين، ولهذا هو اختصر الأدلة قال: لإجماع المسلمين على ذلك. لإجماع يعني أجمع المسلمون على أن التشهد يكون سرا، بس لاحظ يعني يتلفظ به بحيث يسمع نفسه على الأقل إن كان صحيح السمع. ويدل عليه من الحديث الشريف ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، لاحظ هذا القول ما قال قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود، قال: من السنة. لما قال من السنة فهمنا أنه هذا الكلام مش من عنده. قال: من السنة أن يخفي التشهد، من السنة أن يخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كذا، كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين رحمهم الله تعالى. طيب، إذن أجمعت الأمة على أن الإسرار التشهد يكون سرا، فلو جهر، يكمل إمامنا النووي، فلو جهر به كره لأنه خالف السنة، لكن لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. كره الجهر ولا تبطل صلاته ولا يسجد
لسه. الآن بهذا نكون قد انتهينا مما ذكره الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في التشهد. الآن بعد التشهد في الصلاة شو في عنا؟ الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال إمامنا النووي رضي الله تعالى عنه: باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد التشهد. قال: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واجبة. التشهد إيش حكمه؟ سنة. قال: واجبة عند الشافعي. سؤال: إذا نسي التشهد؟ طيب، إحنا قلنا الجلوس الأول سنة، والجلوس الثاني فرض ركن. كيف نميز بين الجلوس الأول والجلوس الثاني؟ لا، الجلوس الذي يعقبه سلام، الحمد لله، الجلوس الذي يعقبه سلام هو الركن. إذا نسي الجلوس الأول فصلاته صحيحة، حكينا أظن، حتى نبهني شخص، صلاته صحيحة، ولكن عند الشافعي يسجد للسهو. في أحيانا يخطئ بعض الناس، بيوقف للركعة الثالثة، بنسى التشهد، بتذكر وهو واقف أنه ما تشهد، بنزل. هنا الراجح أن صلاته تبطل. طبعا عند غير الشافعي ربما لا تبطل، عند الحنابلة عندهم الجلوس الأول واجب، لكن عند الشافعية قال لك هذا ترك القيام اللي هو واجب ليأتي بسنة بطلت صلاته، لكن نسي التشهد حتى لو تركه عمدا كما قيل يسجد للسهو. الآن الصلاة على النبي واجبة، منين جبنا الوجوب؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إيش؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لك بما أن الصلاة على النبي خارج الصلاة مش واجبة، وهنا الأمر من الله بالوجوب، الصلاة عليه واجبة في الصلاة لفعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى بعد التشهد الأخير. في التشهد الأول سنة بعد سلام، ربما كان الأول أو الثاني أو الثالث. احنا مش قلنا في درس سابق أنه ربما واحد تعرض عليه في صلاته أنه يتشهد أربع مرات؟ أول ثلاث اسم من الأول، أو هذا سنة، الأخير الذي يعقبه سلام. الصلاة على آل النبي في التشهد الأول في قولين عند الشافعي: القديم مستحب والجديد لا، عشان التشهد الأول مبني على الاختصار. في التشهد الثاني كمان في قولين، التشهد الأخير كمان في قولين عند الشافعي: القول القديم بوجوب الصلاة على آل بيت النبي، عشان هيك روي أبيات شعر عن الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
هذا بناء على القول القديم الذي قال فيه الصلاة على آل بيت النبي واجبة. لما قال هيك طبعا هو النبي يعني الصلاة على آل بيت النبي صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد منين جبناها يا شيخ براء؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، من أين جاءت هذه الصيغة؟ من قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن هل فعل النبي يحمل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الآن احنا صار في عندنا مشكلة. في طائفة ادعت حب آل بيت رسول الله كذبا وزورا وبهتانا، وهم لهم مآرب أخرى. الآن بيجي بيقول لك إذا الزعبي قال صلي على آل بيت النبي هذا صار من هذلاك. لا يا عمي، صلاة على آل بيت النبي ما لي فيها، لو كل الدنيا. صلاة على آل بيت النبي صيغة علمنا إياها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ما لها علاقة لا بشيعة ولا ديننا. هذا ديننا. يعني مثل ما واحد سكير تصدق، منقول إيه إذا هذا السكرجي بتصدق بطلت أتصدق. لا يا عمي، تصدق ولا ما تصدق ما إلك فيه. الصدقة منسك وشعيرة من شعائر الله، حكم شرعي هذا. لو الدنيا كلها تصدقت ولا ما تصدقت ما إلك فيه. المهم أن الإمام الشافعي لما أخذ من قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال الوجوب بالمذهب القديم، اتهموه بالتشيع. فقال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فمش إنه كل ما واحد قال اللهم صل على النبي وعلى آل بيت النبي أنت شيعي. لا يا عمي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وها هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا ما من سب الصحابة، لاحظ في جماعة سبوا آل بيت النبي، هذول اسمهم نواصب، أو على الأقل ما احترموهم وعاملوهم مثل معاملة الناس. لا، هذول اسمهم نواصب. وفي جماعة سبوا صحابة رسول الله، هذول اسمهم روافض. لا يا عمي، إحنا نحب آل بيت رسول الله ونحب صحابته. نحب آل بيت رسول الله ونحب صحابته، لا زي هذول اللي كرهوا آل بيت النبي ولا زي اللي كرهوا صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهنا يقول الشافعي إنه النووي بأن الصلاة على آل بيت النبي في المذهب الجديد مستحبة وفي القديم واجبة، اللي قال عنها الشافعي يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ولهذا قال ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيه على المذهب الصحيح، القول الجديد يعني المشهور، لكن تستحب. وقال بعض أصحابنا يجب، وهو قول الشافعي في القديم. والأفضل طبعا هنا الإمام النووي اختصر في صيغ الصلاة. ولما سئل النبي في روايات تقول يا رسول الله هذا التشهد فكيف قد أمرنا بالسلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل. النبي علمهم هذه الصيغة. فقال إذن بالإجماع الصلاة على آل بيت النبي فضيلة، بالإجماع.
لكن هل هي واجب في قول في الشافعية؟ والراجح أنها ليست واجبة، الراجح أنها ليست واجبة عند الشافعية. قال: والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك، لاحظ هذه كلها وردت في القرآن الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة عبدك من جاءت؟ من القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ورسولك في القرآن، النبي يا أيها النبي قل لأزواجك الأمي كمان في القرآن الكريم، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. ذريته، إذن أنا والله صار معي إني ترضيت على سيدنا الحسن بن علي على الفيسبوك، وقعد يقول أنت رافضي شيعي، كيف؟ كيف؟ ما هي النبي، هذه الصيغة سيأتي أنها من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا لاحظ هذول الروافض سبوا زوجات النبي، لا إحنا هاي شايف كيف الصيغة، صلي على محمد وآل محمد إيش وأزواجه، عشان أنت تكون معتدل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الكيفية منين جابها النووي؟ يقول يكمل: وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم. إذن الصلاة على أزواج النبي وذرية النبي وآل النبي في صحيح مسلم والبخاري، عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير كعب. يعني هذه الرواية رواها كعب، في بعض الكلمات أو الإضافات رويت عن صحابي آخر غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد. إمامنا النووي عمل فصل لحال في الصلاة على النبي، قال ولهذا اختصر. أنا قلت لكم أنه هنا في هذا الباب اختصر، لأنه ناوي يعمل باب مستقل في الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال: صلى الله على محمد، عفوا، قال: وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى والله أعلم. لكن هذه الصيغة التي ذكرها، يعني الصلاة على النبي ماشي واجبة، وقلنا الصلاة على الآل مستحب، طب الصلاة على الذرية كمان مستحب، والصلاة على الأزواج كمان مستحب، طيب ما هو الواجب؟ يعني كيف يسقط الواجب معك بالصلاة على النبي؟ قال: والواجب منه، يعني لازم في أركان حد أقل، الحد الأقل في الصلاة على رسول الله أن تقول اللهم صل على النبي، الحد الأقل حتى في الصلاة شهدت تقول اللهم صل على النبي، بيمشي حال، بيمشي حال، اللهم صل على النبي. وإن شاء قال صلى الله على محمد، في هنا خطأ بعض العوام يقع فيه، بيقول الله اللهم صلي على محمد، لا هذا فعل أمر، فعل أمر صلي، إذا كان بالماضي نقول صلى الله، فإذا كان فعل ماضي بدنا نجيب صلى ثلاثي، صلى، إذا كان فعل أمر صلي صاد ولام، حذف
حرف العلة. طيب قال وإن شاء قال صلى الله على محمد، وإن شاء قال صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. هاي كلها صيغ الأقل، يعني أنك توصل لنا أنك تقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسولك، كله بمشي، هذا أقل الواجب. قال ولنا وجه، ولنا وجه، لنا وجه يعني ضعيف، أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد، بس هذا ضعيف. ولنا وجه كمان ضعيف، أنه يجوز أن يقول وصلى الله على أحمد، يجوز. شوف علي، صحيح الصيغة وردت اللهم صل على محمد، إحنا في عندنا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه. طيب هل وصف النبي بأحمد من أمرنا ولا ما ليس منه؟ تسمية النبي أحمد من شرعنا شيخ براء، من شرعنا ولا خارج؟ من شرع. قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول. قال يجوز في وجه، يقول يجوز أن يقول صلى الله على أحمد، ووجه أنه يجوز أن يقول صلى الله عليه، هو أعرف المعرفات، خلاص معروف صلى الله عليه. والله أعلم. في عندي نقطة هنا، الإمام النووي ما ذكرها في هذا، تركها في باب الصلاة على النبي لوضع وصف السيادة. وصف السيادة أمر مختلف فيه بين الصيغ التي جاءت عن سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لم تأتي بلفظ السيادة اللهم صل على محمد. طبعا تبول شوي، خلاف الفقهاء المذاهب الأربعة خلافها في وصف النبي بالسيادة، مش خارج الصلاة، بس خارج الصلاة بالإجماع يستحب أن تقول سيدنا، خارج الصلاة بالإجماع. ليش؟ لأنه النبي نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، يعني عدم مؤاخذة. هو العسكري أبو شريطة اللي بيشوف ملازم عليه شريط، بيشوف عسكري ثاني عليه شريطين أو عليه نجمة، بيقول له يا سيدي، صح؟ بنطلع بالتاكسي بتقول له لو سمحت سيدي وصلني، احتراما وصلني على منطقة كذا، كلمة سيدي دارجة عن ألسنتنا، وقفت عن النبي؟ لا، بالإجماع النبي سيد ولد آدم. وصف الله عز وجل سيدنا يحيى بأنه سيد، ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيدنا الحسن بأنه سيد. دخلكم مين أفضل، يحيى عليه السلام والحسن عليه السلام ولا سيدنا النبي؟ سيدنا. ولهذا خارج الصلاة متفقين، لكن داخل الصلاة في لفظ الصلاة الإبراهيمية أبو حنيفة والشافعي قال منضيف سيدنا، مالك وأحمد قالوا لا. طب شو الخلاف؟ قال لك في أدب وفي اتباع. مالك وأحمد قالوا احنا بدنا نتبع ما جاء في اللفظ، والله كلام زين حلو وجميل، النبي اللي قالوا ماشي. أبو حنيفة والشافعي قالوا الأدب، الأدب أن تقول سيدنا محمد. ولهذا روي عن الشافعي أنه قال، قال الاتباع أن تقول اللهم صل على محمد، والأدب أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد. قال والأدب عندي مقدم على الاتباع. والأدب طبعا هذه الزيادة ما منقول مبتدعة، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، ولفظ السيادة لرسول الله من أصول من 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 أمهات شرعنا، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو وصف نفسه بالسيد. طيب قال وأما التشهد الأول
فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلا خلاف، وإنما مستحب، قلنا لكم إياها. وهل تستحب؟ فيه قولان أصحهما تستحب ولا تستحب الصلاة على الآل، على القول الصحيح في التشهد الأول، وقيل تستحب ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يكره. التشهد الأول مبني على التخفيف، هو سنة تختصر، قال يعني حتى هيك لا تصلي على آل بيت النبي في الراجح ولا تدعو، لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير، والله تعالى أعلم. هنا وصلنا إلى قول الإمام باب الدعاء بعد التشهد الأخير. قلنا الدعاء في التشهد الأول مكروه لأنه مش وقت الدعاء، أنت الآن بدك تقوم تكمل صلاتك للركعة الثالثة. الآن الدعاء في التشهد الأخير مستحب، ولهذا عقد له الإمام النووي بابا. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وفيما وهبتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا نوديت به لبيت، أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين وفي غزة. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم كن معهم، اللهم أمدهم بملائكتك، اللهم اقسم ظهور أعدائهم، اللهم زلزل الأرض تحت أعدائهم، اللهم اجعل غزة مقبرة لأعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.